طبعا انت عارف يا صديقي ان الرضا هو اساس السعادة. في الفيديو ده انا هقولك على حاجة بسيطة جدا تقدر تخليك تبقى راضي في حياتك. بس قبل ما نبدأ الفيديو استأذنك ان انت تعمل لايك سريعا وتعمل اشتراك في القناة ويلا بينا. المقارنة يا صديقي هي أكبر مشكلة ممكن تواجهك. البني آدم لا إرادي بيقارن دايما بينه وبين أي شخص تاني. المشكلة إن علم النفس بيقول إن لو أنت ابتديت تستخدم المقارنة بينك وبين أي شخص تاني لا إرادي، المخ بيبتدي يبص على السلبيات اللي موجودة عندك ويبتدي يقارنها بالإيجابيات اللي موجودة عند أي شخص تاني، فبالتالي طبيعي أنت لازم تطلع خسران في المقارنة دي. لكن المقارنة الصحيحة اللي تخليك تكون راضي، أو تحديدا لو أنت عندك حلم أو هدف، ولو ما عندكش حلم أو هدف اتفرج على الفيديو اللي موجود في الاي دي. الفيديو ده مهم جدا لو انت ما عندكش حلم او هدف، ويعرفك ازاي تكون لنفسك حلم او هدف. فالمقارنة الصحيحة هنا ان انت بتقارن نفسك دلوقتي مقارنة بنفسك في المستقبل او مكانك في المستقبل بعد ما تحقق الحلم اللي انت عايز تحققه او الهدف اللي انت عايز تحققه. ولو انت تقدر تتحكم في مشاعرك كويس قوي انت ممكن تعمل طريقة بسيطة جدا وتستخدم بيها برضو المقارنة اللي هي الحاجة السلبية اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي في ان انت تبقى سعيد وتبقى راضي بحياتك. القصة ببساطة ان انت هتبتدي تدور على الايجابيات اللي موجودة في حياتك، الحاجات اللي انت شايفها ان هي حاجة كويسة او نعم ربنا اكرمك بيها، وتنزل الشارع وتبتدي تبص على الاشخاص اللي ماشي في الشارع، وتبتدي تبص على اي حد ما عندوش حاجة موجودة عندك اللي انت شايف ان هي حاجات ايجابية في حياتك، وابتدي قارن نفسك بالناس دي. هتلاقي نفسك ان انت احسن منهم وهتقول لا الحمد لله على الوضع اللي انا فيه. ودي ابسط طريقة تقدر تزود بيها الرضا بتاعك. وبس دي كانت حاجة بسيطة تقدر توصل نفسك بيها لحالة الرضا، وبالتالي هتلاقي نفسك تحولت لشخص سعيد جدا بسبب ده. لو عجبك الفيديو استأذنك تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة لو مكنتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتي اول باول. سلام.